العناوين. عندما تمطر في لبنان مستنقعات وبرك مياه وسيارات عالقة والشمال من دون كهرباء. الترحم على التدقيق الجنائي وهادي أبو الحسن لصوت لبنان. نحن نظرنا إلى هذه المسألة على أساس أنها مسرحية غير مشوقة وهي محاولة للتعمية على مواضيع جدا مهمة. سامي الجميل، الكل صار بده التدقيق، ارحلوا ليتمكن اللبنانيون من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد. إيران تتوعد بالثأر لمقتل فخري زادة. مسلسل غرق لبنان يعود في كل موسم، مستنقعات وبرك مياه تغمر الطرقات عند كل شتوى وتؤدي إلى ازدحامات مرورية خانقة ولا سيما على طريق المطار. قصة إبريق الزيت تتكرر سنويا من دون معالجة، لكن المعاناة هذا العام دوبل، فلبنان منكوب اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وينزف بعد تفجير بيروت، والسبب واحد، إهمال وفساد والسلطة بعيدة عن أحوال شعبها. والحال سياسيا ليست أفضل، لعبة تذاكي ومباراة زجل بين رئيس الجمهورية صاحب الرسالة إلى مجلس النواب ورئيس المجلس راعي جوقة التدقيق الشامل بدءا بوزارة الطاقة. الضحية الوحيدة هو المرحوم التدقيق الذي يمكن التعزية به، والناجون كثر وعفى الله عما مضى. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وفي تغريدة عبر تويتر قال: من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية إلى مسرحية الكل صار بده التدقيق الجنائي في صفقاته، يكفي الناس مآس يومية، ليسوا بحاجة لمزيد من الإذلال عبر إهانة ذكائهم، هم يعرفون جيدا أنكم لن تحاسبوا أنفسكم، ما ينفعهم هو أن ترحلوا ليتمكنوا من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد. النائب هادي أبو الحسن رأى أن القرار يبقى ناقصا ما لم يكن هناك تعديل لقوانين وإقرار لقوانين أخرى، وقال لليوم السابع من صوت لبنان: نحن نظرنا إلى هذه المسألة على أساس أنها مسرحية غير مشوقة وهي محاولة للتعمية على مواضيع جدا مهمة. يعني صرنا جمعة كل قوى السياسية والإعلام يتحدث عن تحقيق جنائي، ولكن لنا حق نسأل أين أصبح تشكيل الحكومة اللي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى بالإفراج عنها لتبني المبادرة الفرنسية الإصلاحية الإنقاذية، هذا أولا، وكي نبدأ بالإصلاحات ونستطيع استخدام الأموال من الخارج كي نخرج من هذه الكبوة. أين أصبح التحقيق بموضوع المرفأ؟ ولماذا مضى أكثر من 100 يوم على الانفجار ولم نرى أي قرار من قاضي التحقيق أو أي توجه في هذا الأمر أو أي معلومة؟ أين أصبح الحديث عن نفاذ الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي ونحن قد قوسين من الوصول إلى حافة الانهيار الحقيقي والانفجار الاجتماعي؟ النائب قاسم هاشم دعا الحكومة إلى الإسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، مؤكدا أن المجلس النيابي سيكون جاهزا لمواكبة أي خطوة تحتاج لإقرار قوانين أو تعديلات لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة بما يتوافق مع الوصول إلى الحقيقة بما يتعلق بالمال العام. الوزير السابق زياد بارود تمنى في حديث لليوم السابع من صوت لبنان أن يستكمل قرار مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي بقوانين تكون دقيقة، مضيفا إن ما تحقق أمس غير كاف. صدور القرار بين مزدوجين، أولا بالدستور وحتى بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ما في شيء اسمه قرارات يصدرها مجلس النواب. مجلس النواب يشرع وبالتالي يصدر قوانين، مجلس النواب يصدر قرارات بأشياء محددة جدا، يعني مثلا يتخذ قرار برفع الحصانة عن نائب، هذا قرار بيقدر ياخده مجلس النواب، ولكن بغير هيك ما في قرارات عامة بيخذها مجلس النواب. هي توصية، ربما حبوا يعطوه تعبير أو توصيف القرار، لأنه المادة 145 من النظام الداخلي بتقلك أنه وقت اللي مجلس النواب يناقش رسالة رئيس الجمهورية بهدف يعني اتخاذ موقف أو إجراء أو قرار مناسب،
فبعتقد من هون اجت كلمة قرار، وتتعطي انطباع انه مش مجرد توصية، انه هي قرار فعلا اخذه مجلس النواب. هلا هذا مفيد على المستوى التالي، انه مجلس النواب ما بيقدر بمرحلة لاحقة بجلسات تشريعية سيخوض فيها قوانين او مناقشة اقتراحات قوانين لها علاقة بالتدقيق الجنائي، ما بيقدر بقى يتراجع عن هذا القرار على الاقل في المبدأ. الوزير السابق روجي ديب اعتبر أن ما أقر أمس لا يمكن تطبيقه عمليا، وأضاف أن رحلة الاستقرار في لبنان لم تبدأ بعد، وقال لليوم السابع من صوت لبنان: هذا لا يتطبق عمليا، بده حوالي 100 مليون دولار، وبده شي 50 شركة تدقيق جنائي، و50 عقد، و50 موافقة مجلس وزراء. يعني ما بعرف قديش عملي اليوم. نحن موضوع التدقيق الجنائي بقصة مصرف لبنان هي شغلة أولاً مطلوبة دولياً، وقبل ما تنطلب دولياً ضرورية، لأنه في هنالك هذا المركز الأساس للتوازن المالي بلبنان وللتوازن المصرفي. بدل ما نروح على النبع حتى نقدر نفهم روسو مودو شو صار، أخذنا الرئيس بري نروح على كل زواريب لبنان من 50 سنة. طبعاً هذا لازم يصير، بس مش رح يصير على إيد الناس اللي هن اقترفوا كل هالأخطاء. قراءة في الأثر القانوني لقرار مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي مع الدكتور جورج ياسبيك. نعم، انتخب ميشيل سليمان عام 2008 وكان قائدا للجيش من دون تعديل المادة 49 من الدستور. نعم، اتخذ مجلس النواب أمس قرارا بالإجماع بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون التزرع بالسرية المصرفية. لكن العماد ميشيل سليمان انتخب وكان يريد ذلك، ولم يطعن أحد بانتخابه أمام المجلس الدستوري سندا لنص المادة 23 من القانون رقم 250 الصادر عام 1993 الخاص بإنشاء المجلس الدستوري، وذلك لعدم توفر ثلث المجلس للطعن طالما أنه انتخب بتوافق وبشبه إجماع. أما رياض سلامي فمتمسك بصفته الحاكم أصالة وبالنيابة عن المسؤولين من رئيس المجلس إلى رؤساء الحكومات وسائر الوزراء أصحاب النفوذ، متمسك بالسرية المصرفية، ولو شاء الإفراج عن حسابات مصرف لبنان لفعل استنادا إلى أن لا سرية على الحسابات العامة، خاصة وأن البنك المركزي الفرنسي الذي يجري التدقيق المالي لمصر في لبنان يملك بعضا من هذه الداتا. ما الذي تغير بالنسبة لرياض سلامي قبل قرار مجلس النواب وبعده؟ لا شيء إذا كان مصرا على عدم إعطاء المعلومات والمستندات. ونعم، تغير كل شيء إذا قرر الإفراج عن خصوصيات المصرف المركزي محميا بقرار مجلس النواب المتخذ بالإجماع. لكن بالقانون، قانون السرية المصرفية لا يزال قائما، والقانون يعدل بقانون لا بقرار ولو اتخذ بالإجماع، إلا إذا كان يفعى على حساب سيصدر لاحقا من خلال اقتراح قانون يقضي برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لفترة كافية لشركة التدقيق الجنائي للقيام بعملها. الذي سيحصل أن مجلس النواب وبالطرق المألوفة سيبلغ قراره لحاكم مصرف لبنان، وعلى الأخير حرية التصرف وحرية التعامل مع هذا القرار الملزم أدبيا لا قانونا لما يشكله من هيبة معنوية كونه صادرا عن مجلس النواب وبإجماع الكتل النيابية المكونة للمجلس. في الشكل انتصر رئيس الجمهورية، وفي الأساس انتصر رياض سلامي لاضطرار رئيس الجمهورية إلى توجيه رسالة إلى المجلس ولانعقاد المجلس، ما يشكل إقرارا بموقف الحاكم يعوم نظريته بحقه القانوني بحجب المعلومات سندا لقانون السرية المصرفية. وأعتقد أنه بعد هذا القرار سيكون رياض سلامي محميا أكثر إذا ما قرر حجب المعلومات. أي آلية لتنفيذ التدقيق؟ مجدولين عيد.
استجاب مجلس النواب لرسالة رئيس الجمهورية واتخذ القرار بتوسيع مروحة التدقيق المالي الجنائي ليشمل كل مؤسسات الدولة، هذا في الشكل. ولكن تساؤلات كثيرة تطرح حول التنفيذ. رئيس الجمعية اللبنانية لحماية المكلفين المحامي كريم ظاهر أجاب عن بعضها عبر إذاعتنا. صدر قرار عن مجلس النواب ونحن كنا بانتظار توزيع على اقتراح قانون معجل مكرر بشيل الالتباس القائم حول موضوع تدقيق الجنيه. القرار يلي صدر امبارح شو قوته التنفيذيه؟ اساسا هيك موضوع ما بيتاخذ بموجب قرار، لانه السلطه التشريعيه عندها عملها التشريعي يلي هو اكراز القوانين والرقابي، وعندها اعمال اخرى بتاخذ فيهم قرار. هيدا القرار امبارح مثل كانه يعني حاسين نحن انه صار في تهريب للموضوع، مثل كانه طلع ارنب لحديث ما يشيل هالشبح التدقيق الجنائي وما يخلي يسبق اثار التنفيذي تبعه. وعما اذا اصبح تسليم المستندات امرا ملزما؟ اليوم في حاكم مصرف لبنان نفس الموضوع، انه انا عندي قانون واضح وهالقرار ما عدل القانون وما بيتعدى القانون الا بموجب قانون. يعني زدنا على الالتباس التباس اخر، لا بل اضعفنا موقف السلطه الاجرائيه بامكانيه الزام حاكم مصرف لبنان بهالموضوع. والملفت ما حدا اعرض طالما كان في اقتراح قوانين معجله مكرره مقدمين من بعض الكتل النيابيه بهالخصوص. حقيقه ملفت الموضوع وما في يقول الا انه مخيب للامال، لانه نحن كنا انتظار امبارح انه يكون في تنفيذ للوعود وانه موضوع التدقيق الجنائي يسلك مساره نحو التنفيذ. بدهن وابتكارات وارانب الكل مع التدقيق الجنائي الشامل، الا ان اللبنانيين ينتظرون معرفه من هدر اموالهم واستباح رزقهم. مجدلين عيد، صوت لبنان. حولت الأمطار الغزيرة عدداً من الطرقات إلى مستنقعات وبرك مياه اصطادت السيارات، وتسبب تجمع للمياه على أوتوستراد النعم باتجاه بيروت بازدحام مروري، وسجلت زحمة سير خانقة على طريق أنفاق المطار وعلى طريق الحدث الشويفات حتى جسر خلدي. وفي منطقة المكلس تشكلت السيول ما تسبب بصعوبة تنقل السيارات، كما شهد أوتوستراد جلديب المسلك الشرقي وأوتوستراد دبي أنطليس وأوتوستراد نهر الموت المتن السريع تجمعات للمياه. المعاناة لا تقتصر على الطرقات، فقد شهدت منطقة الشمال انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي. والتفاصيل لروعة الرفاعي. نفى مصدر مسؤول في شركة كهرباء قاديشة الخبر الذي تم تناقله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويشير إلى أن انقطاعا في التيار الكهربائي ضرب مناطق الشمال وكافة شوارع مدينة طرابلس بسبب اشتعال أكبر مولد كهربائي في شركة قاديشة، مما أدى إلى تأثيره على باقي المولدات وبالتالي انقطاع الكهرباء. كما ونفى المصدر أن يكون المدير العام للشركة في طرابلس أشار إلى أن الأضرار أتت وخيمة وكبيرة وستستغرق وقتا كبيرا لإصلاحها. المصدر أكد لإذاعتنا أن هناك عطل طرأ على شبكة النقل ككل في كل لبنان، وحتى الساعة لم تعرف الأسباب ولا حتى كيفية معالجتها. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان. فهمي والقضاء بعد الفاصل. بعد ما جربتوا دجاج سوبريم صار الوقت تطلبوا أطيب دجاج صحي بيوصل مباشرة من المزرعة لعندكن على البيت، طازة ومذبوح يوميا. طلبوا هلأ على 01-502-501 أو 703-694-894. سوبريم تشيكن، رجع العز للدجاج. تأليف الحكومة إلى أين؟ ما هو مصير الجدل حول قانون الانتخاب؟ وهل تتغير السياسة الأمريكية مع بايدن؟ الجواب في كواليس الأحد مع الكاتب السياسي سركيس نعوم، 9:30 صباحا، وفي إعادة 9:30 مساء. إعداد وتقديم الدكتور شربل مارون.
رد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على القضاء وقال: فليكن الانتقاد ولتكن الدعوة، إذا كانت صراحتي قد أيقظت البعض في القضاء فهذا هو المطلوب من أجل البدء بقضايا الناس المنسية وبقضايا المظلومين في السجون. نائب رئيس الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ سأل في تغريدة عبر تويتر: ماذا ينتظر القضاة في لبنان لكي يطلقوا عملية الأيادي النظيفة التي قام بها زملاؤهم في إيطاليا في العام 1992 ووضعت حدا لسيطرة الفساد على السياسة وأطاحت بكل الأحزاب الكبيرة الفاسدة؟ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية البروفيسور كميل حبيب، وفي حديث لليوم السابع من صوت لبنان، اعتبر أن لبنان غير جاهز لخوض غمار الدولة المدنية بسبب تجذر الحالة الطائفية. اللبنانيون راغبون فعلا في متابعة الحياة معا على قاعدة المواطنة المتحررة تماما من القيود الطائفية. ثانيا، كيف نحول الولاء للطائفة إلى ولاء للدولة، وكيف ننهي مهمة الطائفة الوسيط بين المواطن والدولة؟ ثالثا، من يمتلك قوة التأثير لإقامة الدولة الحديثة؟ هذه الأسئلة تستجوب أجوبة تأتي من جميع الفئات، إن لم نقل جميع التجمعات الطائفية. فاللبنانيون يحتاجون إلى بناء دولة قوية تكون وحدها الأولوية في حياتهم. نفذت مجموعات من الحراك المدني وقفة في اليونسكو استنكارا لما تعرض له رفاقهم أمس أثناء تنفيذهم اعتصاما في الموقع نفسه، وردد المتظاهرون شعارات أكدت استمرارهم في الثورة من أجل الشعب، ورفعوا لافتات دعت إلى العدل ومحاسبة الفاسدين ومعاقبة المعتدين على السلميين. تناول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وضع الكورونا وقال في تغريدة عبر تويتر: الإقفال الجزئي والعام وجدليته، الإجراءات ومزاجية احترامها مع المقدرة الرقابية، حملات المسح ورفع الجهوزية قصرا في المستشفيات الحكومية وهونا مع القطاع الخاص، تبقى دون تأمين الحماية الصحية والاجتماعية المرهونة بتعقيدات حياتنا اليومية المعيشية. وختم حسن تغريدته قائلا: ساعدونا بهمتكم، مرأ الكتير وبقي القليل. مدير مستشفى الحريري فراس أبيض لفت إلى أنه بحسب الإحصائيات يتوفى أكثر من ثلث مرضى الكورونا في العناية المركزة بالرغم من الجهود المبذولة، وأضاف إن العمل في وحدة العناية وقت الكورونا ليس سهلا، وقال: العاملون في الرعاية الصحية يتعرضون لضغط لا يطاق والعديد منهم مرهقون نفسيا. قائد الجيش العماد جوزيف عون نوه بالتطور المستمر الذي تشهده الطبابة العسكرية والتي توفر أفضل الخدمات الطبية لأكثر من 400 ألف مواطن بين عسكريين ومتقاعدين وعائلاتهم، مؤكدا خلال افتتاحه قسم العمليات الجراحية في المستشفى العسكري المركزي استمرار الدعم للطبابة والسعي الدائم لتطويرها. تربويا، أشار المطران حنا رحمي إلى أن الحالة صعبة على كل مكونات الجسم التربوي من إدارة مدارس ومعلمين وأهالي، وعلق عبر صوت لبنان على التعليم عن بعد. الأهالي اليوم بدهم يواجهوا حقيقة أنه في كتير ناس صارت تحت حد الطبيعي للاقتصاد، فقر مدقع، ما عندهم يشتريوا تليفون أو يكون عندهم اشتراك كهرباء أو يكون عندهم كمبيوتر ليتابعوا الأونلاين. من هيك في مشكلة جدية بلبنان اليوم. في أكيد مجتمعات ومحيطات قادرة الأونلاين ماشي الحال، لأنه في أهل كتير جديين بالخوف، ما بيسترجوا يودوا أولادهم على المدرسة. من هيك نحن عم نعيش صراع جدي وحرب جدية مع هذا الواقع اللي نحن فيه. نعم نحن حاضرين، في مؤسسات كتير تربوية عنا حاضرة أكلم مع كل هذه الظروف الصعبة القاسية بلبنان، بس في مجتمعات وفي مناطق ما حاضرة أبدا، وخاصة المدرسة الحكومية. الأمين العام لاتحاد كرة السلة المحامي شربل رزق بشر ببدء التحضيرات لعودة الحياة إلى ملاعب كرة السلة، وقال لليوم السابع من صوت لبنان:
ترنع استعداد ب 16 كانون ثاني الأراضي، هو موعد نهائي حاسم لإعادة إطلاق بطولة لبنان للدرجة الأولى، الشيء اللي حصل بالتنسيق بين الاتحاد وكل الأندية يلي هي مدعوة اعتبارا من الأسبوع القادم تبلش تحضيراتها بشكل جدي لتكون جاهزة لإطلاق البطولة، ولنثبت مرة جديدة إنه اللبناني على الرغم من الفيروس ومن الأوضاع الاقتصادية المتردية قادر يفرجي مرة جديدة إنه من خلال الرياضة قادر يحقق الإنجازات، الشيء اللي ثبته امبارح منتخب لبنان بفوزه الساحق بفرق 50 نقطة على المنتخب الهندي، عندهم بعد مباراة تانية بكرة الله رب العراق، وبإذن الله كمان تكون النتيجة مشابهة للمباراة الأولى وبيرجعوا الشباب نحتفل فيهم يعني بإذن الله لهلأ بعد ما نحن على رأس المجموعة معنا ولا خسارة. أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن تعزيه بمقتل العالم محسن فخري زادة متواعدا بالثأر، ودعا المسؤولين المعنيين إلى متابعة جريمة الاغتيال ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءها ومتابعة الجهود العلمية. أما مستشار المرشد الإيراني فقال إن رد إيران على اغتيال فخري زادة سيكون ذكيا عبر تحديد زمان ومكان الرد وطبيعة الهدف. الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي والسعي إلى التسبب بفوضى، وأكد أن العملية لن تبقى دون رد وسيكون الرد الإيراني على الجريمة في الوقت المناسب، وشدد روحاني على أن الإيرانيين أذكى من أن يقعوا في فخ مؤامرات إسرائيل الخبيثة التي تسعى لإثارة الفتنة. أما قائد فيلق القدس الإيراني اللواء إسماعيل قآني فأعلن أن هذا الاغتيال هو آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين واللصوص الدوليين، لافتا إلى أن العدو لا يتجرأ على خوض حرب كالرجال مع إيران. إلى ذلك أكد سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في رسالة إلى رئيس حسن روحاني أن استمرار مثل هذه الأعمال يشير إلى ضعف أجهزة المخابرات في البلاد. حزب الله دان اغتيال فخري زادة معزيا القيادة الإيرانية، وأكد وقوفه إلى جانب إيران وشعبها في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية وفي مواجهة الحلف الجديد من إسرائيل وعدد من دول المنطقة. الخارجية الألمانية أكدت أن اغتيال فخري زادة يزيد في تعقيد الوضع في الشرق الأوسط، وحثت كل الأطراف المعنية بالملف الإيراني على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات يمكن أن تزيد من تصعيد الوضع. وبعد تهديد طهران بالرد رفعت إسرائيل حالة تأهب في سفاراتها. أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء وباء كورونا، وسجلت أوكرانيا رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بلغ 16294 حالة في أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة في البلاد. في هذا الوقت أكد وزير الاقتصاد الألماني أن إجراءات الإغلاق الجزئي في ألمانيا قد تمدد حتى أوائل الربيع إذا لم تتم السيطرة على العدوى. شنت طائرات التحالف غارات جديدة مستهدفة المجمع الحكومي والجبل الأسود في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. تعرضت عاصمة تيغراي لقصف كثيف من قبل الجيش الإثيوبي. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا وتتساقط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح الأولى على أن ترتفع بشكل بسيط درجات الحرارة خلال النهار وخصوصا في الداخل وعلى الجبال. كان في النشرة عندما تمطر في لبنان مستنقعات وبرك مياه وسيارات عالقة والشمال من دون كهرباء. الترحم على التدقيق الجنائي وهادي أبو الحسن لصوت لبنان. نحن نظرنا إلى هذه المسألة على أساس أنها مسرحية غير مشوقة وهي محاولة للتعمية على مواضيع جدا مهمة. سامي الجميل، الكل صار بده التدقيق، ارحلوا ليتمكن اللبنانيون من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد. إيران تتوعد بالثأر لمقتل فخري زادة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.